ها هو العيد يمر على السوريين وهم إما شهداء أو معتقلين أو جرحى أو لاجئين. إليكم مشاهدين الكرام بعض الرسائل التي وجهها اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن لأبنائهم المرابطين في الداخل، لنتابع معا. ما فيش واحد من ولاد سوريا جاب معون جديد. أم الشهيد نعمات خليل عقلات أم سمير، بحب أوجه بقول كل عام وهم ألف خير لكل المرابطين في سوريا، وبقول لهم كل عام وهم بخير. أنا منصور الزعبي من الشهيد غياث الزعبي، استشهد من سنتين. أول شيء أخذوا الشبيحة وحطوا بسالة أفراح، هو كان واحد من الضيعة وفجروه. أنا العقيد أكرم عبد الله الزعبي، والد الشهيد عبد الله الزعبي، اطلب له الرحمه ومن رفاقه رفاق السلاح نبذ الخلافات. انتصار الثوره هي عوده الحياه الطبيعيه الى سوريا، هي عوده الوئام، عوده المحبه بين كل النسيج الاجتماعي السوري. ليس لنا عداء مع احد، ليس لنا عداء مع طائفه، ليس لنا عداء مع شخص. قمنا من اجل القضاء على واقع فاسد وإقامة واقع جديد تسوده روح المحبة، يسوده القانون. أخيرا نداء إلى كل الأخوة المقاتلين وأخص القادة الميدانيين، دم زملائكم أمانة في أعناقكم، أرجو المحافظة عليه وعدم التبديل به. بقول للنظام اطلع، هذا مش ملكك، هذا ملكنا، هاي أرضنا وطالت. ارحل ارحل ارحل، جايك الدائرة، والله إن شاء الله الدائرة عليك. يتمت أولادنا، نتمت نسماننا، الله ينتقم منا المنتقم الجبار. ارحل. بقول لهم حبيبيني يا منا خيتكم، كافي تعبت حريمكم برا، بس تصرخهم كلهم ما لا بستثني إنسان. بقول لهم حبيبيني شدوا حيلكم، طولنا احنا تعبنا. بقول لهم انتم حزينين، الشعب السوري كله، أم بتستصرخكو، أخوتكو بتستصرخكو، جدتكو الختيارة بتستصرخكو، وسلامتك. العقيد الطيار خالد النابلسي القائد العسكري للواء المعتز بالله. يعود علينا العيد مرة بعد مرة ولا زلنا في ساحات القتال. إلى جميع المرابطين، إلى إخوتنا على كافة الجبهات، نحن مستمرون وبعون الله صامدون. سنقدم الشهيد تلو الشهيد، دماؤنا تقدم رخيصة في سبيل الوطن، في سبيل الحرائر التي تنادي ومعتصمة. ونوصل رسالة لهذا النظام الفاجر بأنه مهما بذل من قوة ومهما تمادى في إجرامه فلن يثنينا بعون الله عن تحقيق النصر. أنا عدي محمد العلي، بحب أقول للجيش الحر وكل المجاهدين إنه توحدوا مشان نتخلص من بشار، يوم نرجع على سوريا. وبشار بحب له إني جايينك وبيتلو. بحب أوجه رسالة للمرابطين، الثبات، الثبات أمام هذا العدو الغاشم، والصبر. إن شاء الله راح نسقط النظام وننتهي منه بأقرب وقت ممكن. لا نملك السلاح المتكافئ. إلى أخوتنا، إلى أبنائنا في الداخل،
إلى شعبنا الأبي الصامد، عليكم أن تتوحدوا، أن النصر قادم بإذن الله تعالى، رغم كل ظروف وكل صعاب، رغم شلال الدم النازف، رغم التدمير والتهجير. أدعو أبنائي أحبائي أخوتي إلى الصمود والصبر والمرابطة، النصر قادم بإذن الله. قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا فداكم. والد الشهيد فؤاد محمد العلم اللي انقتل على إيد الشبيحة، هو ابن عمته، قتلوهم اثنيناتهم. الله لا يوفقهم، الله لا يوجه لهم الخير. بهدي أحلى التحيات لهالمرابطين، وبقول لهم الله ينصركم وقويكم ويحميكم على هالطاغي بشار وأعوانه. العيد حزين. منذ بداية الثورة قام أبنائي قمنا جميعا، فقاموا بغصن الزيتون للحصول على الحرية، وقاموا بمظاهرات سلمية، حرية حرية، وطن واحد، لكنهم واجهونا بالسلاح بالقتل. نحن نهنئ الشعب السوري بالعيد السعيد، بعيد الفطر المبارك، ونرجو ونأمل من الله أن يكون آخر عيد مع هذا النظام المجرم، ونأمل أن يكون آخر عيد بالقتل والدمار والتهجير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أهالي المرابطين على جبهات يواجهون رسائل تحمل في طياتها أملا كبيرا بالنصر والعودة إلى أحضان الوطن. ليلى قداح، الهيئة السورية للإعلام. رجع سوري، رجع إلك يا دار، وبوس من فيا تربو شجر وحجار. رجع سوريا، رجع لك يا دار، وبوس من فيا تربو شجر وحجار. رجع 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 سوريا.